السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بيان للإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني، كتبه بتاريخ 3 رجب لسنة 1442 للهجرة، الموافق 15 من شهر فبراير لسنة 2021. عنوان البيان: كون شهداء بالحق على الصادين المتناقضين وعلى الأنعام المستخفين بعقولهم فصدقوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. يا معشر البشر الذين إذا تبين لهم الحق اتبعوه، كونهم يستخدمون عقولهم فلا أحد يستطيع أن يستخف بعقولهم، كونهم لن يسمحوا بذلك، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب في كل زمان ومكان. ولذلك تجدون الفتوى الحق من الله عن سبب دخول أهل النار في النار، وهو الاستخفاف بالعقول وعدم استخدامها، تصديقا لقول الله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. صدق الله العظيم. وربما يود كافة الباحثين أن يقولوا: ومن ذا الذي يستطيع أن يستخف بعقولنا؟ فنحن بشر، ميزنا الله عن الأنعام بنعمة العقل، ومن لا يستخدم عقله فهو كالأنعام. فلا أنت يا ناصر محمد اليماني تستطيع أن تستخف بعقولنا، ولا كافة الذين يصدون عن آيات التصديق من الله لدعوتك. إن كنت من الصادقين حتما يصدقك الله وحدك، فيصبح الصادون من الكاذبين. فمن ثم يقيم الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني الحجة على الجميع وأقول: اكتبوا كلمة بحث في جوجل وفي القنوات كما يلي: رب الضارة النافعة فيروس كورونا، وسوف تجدون أن علماء المناخ بما فيهم وكالة ناسا وكذلك كافة الأساتذة والباحثين يقولون أن فيروس كورونا استطاع أن يحقق ما لم تحققه اتفاقية باريس للمناخ، كونه وقف مصانع البشر وسياراتهم حتى قف عادم ثاني أكسيد الكربون المتصاعد إلى غلاف الكرة الأرضية. فهذا يعني أن فيروس كورونا حل مشكلة المناخ، كونه حتما خفف 50% من ثاني أكسيد الكربون الصاعد من سكان الأرض إلى غلافها الجوي العلوي، وأن هذا يعني أنه خفف كثيرا من الاحتباس الحراري، وأن هذه بشرى يخفف من كوارث الطبيعة من فيضانات وأعاصير وزلازل وغيرها من كوارث الطبيعة الذين زعموا أنها بسبب الاحتباس الحراري. فإذا هم يتفاجؤون في صيف 2020 ما لم يكونوا يحتسبون، ولم تخف كوارث الطبيعة شيئا، بل تضاعفت الفيضانات والأعاصير البحرية والبرية والزلازل وغيرها بما يسمونها كوارث التقلبات المناخية بسبب الاحتباس الحراري. كذبهم الله بحوله وقوته وأفسد نظرية الاحتباس الحراري، ليعلم البشر العقلاء أنه حقا كوارث التغيرات المناخية أنها ليست بسبب الاحتباس الحراري للأرض، بل سببها كوكب العذاب نيبيرو صقر الذي يحذر منه المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني منذ 16 عاما. ولذلك بعث الله فيروس كورونا ليثبت افتراءهم فينسف نظرية الاحتباس الحراري، ليتبين لكافة البشر أن ما ينذر منه المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني منذ 16 عاما أن سبب حرب الله المناخية هي حقا بسبب اقتراب كوكب صقر، فيحدث التناوش لحرب الله المناخية قبل مروره نذيرا للبشر. فهل تناقض الإمام المهدي ناصر محمد اليماني والصادون عن حقائق آيات الله المجرمون يتناقضون ومصرون على تكبرهم وغرورهم، ومن اتبعهم استخفوا بعقولهم فأضلوهم ولن يغنوا عنهم من عذاب الله شيئا، والقادم أعظم. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد،
وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خليفة الله وعبده الإمام المهدي ناصر محمد اليماني، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خليفة الله وعبده الإمام المهدي ناصر محمد اليماني. Thank you.